المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قرآنيات. سمعنا كتير عن الأيام اللي فاتت دي ومن سنين عدت إن في سورة جديدة اسمها سورة الولاية، وجدوها في مكان ما. هل السورة دي حقيقية بجد ولا في سورة كانت ضايعة من القرآن ولا إيه؟ مش فاهمين الموضوع. أهلا بك يا أخي مالك. أهلا بك أخت فرحان. نعم، إيه حكاية سورة الولاية دي؟ نعم، في سنة 1912 في مدينة هندية اسمها بانكيبور، أحد المستشرقين في زياراته وتنقيبه اكتشف في أحد الأماكن مخطوطة مكتوب عليها نص القرآن، وفي هذا النص توجد نص أو صورة اسمها سورة الولاية. في هذا النص القرآني توجد نص سورة الولاية ونص سورة النورين. المستشرق كان اسمه تزدال في 1912، أخذ هذه نسخة عنا وهذه الصورة على الشاشة، صورة في هذا النص. هذا النص سورة الولاية هو النص باللغة العربية وتحته النص بالفارسية. طبعا يا ريت نشوفها كده. نعم صحيح، بالعربية وبالفارسية وبالفارسية ترجمة للنص بالفارسية. أي هذا النص؟ البداية يقول، فقط رح نقرأ البداية، يقول: يا أيها الذين آمنوا بالنبي وبالولي اللذين بعثناهما ويهديانكم إلى صراط مستقيم. نعم صحيح، هي بشاشة ربما لا تظهر بالنسبة لك ولكن هي في الشاشة. يبدأ يا أيها الذين آمنوا بالنبي وبالولي ويختتم: وسبح بحمد ربك وعلي من الشهدين. فإذن هذه النص يؤكد على مكانة محمد وولاية علي، هذه الصورة تؤكد على مكانة محمد وولاية علي. المخطوطة اكتشفت عام 1912 ولكن تاريخها قبل ذلك ب 300 سنة تقريبا، قبل 1912 ب 300 سنة. من المحتمل أنها المخطوطة يعني في القرن ال 18 تقريبا، لا ربما في القرن السادس عشر. السادس عشر ربما يعني في السادس عشر أو بدايات القرن السابع عشر. إذن هذه المخطوطة تعود إلى القرن السادس عشر أو السابع عشر. يقول المستشرق صاحب هذا الاكتشاف أن هذا النص واضح أنه مزيف، لأنه يتحدث ويؤكد ولاية علي. وبعد بحثه وتنقيبه اكتشف أن المصادر الشيعية لا تتبنى هذه الصورة، بمعنى هذه المصادر الشيعية لا تقول أن هذه الصورة صحيحة ولا توجد في الكتب الشيعية الأخرى. بس أخي مالك، الصورة زي ما أنت قريتها دلوقتي بصراحة شكلها قريب خالص من طريقة السجع والنظم بتاع القرآن والتقطيع بتاع القرآن، تقطيع الآيات. صحيح، ولكن حتى نكون منصفين ان هذه الصوره الواضحه انها مزيفه، لان المصادر الشيعيه او يعني العلماء الشيعه او النظام الشيعي الديني لا يتبنى هذه الصوره. طيب ما دامت الصوره دي مزيفه اخ مالك والشيعه مش بيقبلوها كمان، ايه الاهميه بتاعتها؟ صحيح، في الحقيقه الاهميه كبيره جدا. رجل في القرن السادس عشر خطر على باله او طلع في ذهنه ان يؤكد امامه علي، فقام بكتابة صورة يؤكد فيها إمامة علي ووضعها في القرآن، وضعها في المساجد. كان يريد أن ينشر فكرة ما معينة من خلال تزييف صورة قرآنية. هذا رجل عادي، ولكن نتخيل أنه في القرن الأول هجري أو الثاني هجري ناس من كبار الدولة أو الزعماء الكبار أضافوا أشياء، فأكيد كانت مرأت ومشيت. صح. أنا أريد أن أقول بأن هذا التزييف فشل، لأنه قام به كاتب محلي في مدينة مغمورة بانكيبور بالهند، وليس شخص كبير في الدولة وفي مركز إسلام. ولكن الذي يتجرأ من أجل غايات عقائدية، هو رجل مؤمن جدا مؤمن جدا ويحب علي، ولكن من إيمانه الشديد قام بتزييف. هذا الرجل قام بتزييف ولكن هذا التزييف فشل في المرور. ولكن هل يعتقد المسلمون أن آخرون في القرن الأول هجري لم يقوموا بحذف أو إزالة أو تزييف ومرة؟ يعني بمعنى هذه إشارة أن ما لدينا الآن علامة استفهام. شكرا يا أخي مالك. الحقيقة إذا كان تم تزييف في القرن الستاشر، فما بال هل ممكن يكون تم تزييف آيات وصور في القرآن في القرن الأول الهجري؟ ده سؤال ممكن بنطرحه على المشاهدين المسلمين وغير المسلمين. من فضلكم شوفوا الأمر ده، لكن ده بيحط علينا احنا جزئية مهمة، الأمانة في النقل، ان احنا قلنا فعلا هذه الصورة كما قال المستشرق
الراجل قال إن الصورة دي مزيفة، فإحنا خرجنا برضو نقول لكم إن الصورة دي مزيفة. شكرا أخي مالك، شكرا جزيلا، نراكم في الحلقة القادمة من قرآنية.